السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة حنتكلم فيها عن نواقص نادي الهلال. الهلال افتقد لحاجات مهمة جدا وحاجات أساسية عشان تسهم بأنه الفريق يتقدم على مستوى بطولة دوري أبطال إفريقيا، وده الهدف الأساسي أعتقد من كل اللي بيحصل حاليا من صفقات ومن ترتيب وكمان حتى من معسكرات وبطولات حتى أنت بتشارك فيها. ففي نواقص صراحة ظهرت من خلال خروج الفريق من بطولة سيكاب. عشان كده أنا برجع لك لجزئية مهمة جدا اتكلمت فيها قبل كده، انه حتى الخروج من بطولة سيكافا هو مكسب بالنسبة لك في حال استغليت هذا الخروج او استغليت هذه الاخطاء اللي ادت لخروجك من بطولة سيكافا. يعني الاخطاء اللي كانت موجودة في بطولة سيكافا لو انت عالجتها بالشكل الافضل مؤكد انك انت حتمشي اكثر في بطولة دوري ابطال افريقيا. وكويس انه الاخطاء جات في بطولة سيكافا والنومة وحتى النعسة جات لفلوران في بطولة سيكافا، ما جات في التمهيدي مع وصيف الدوري الليبي. عشان كده الجزئية دي أنا بأكد عليها تاني، في حال تمت المعالجة معالجة هذه الأخطاء تأكد أنك أنت استفدت أفضل استفادة من بطولة سيكافا. على فكرة الهلال استفاد مؤكد مبدئيا استفاد من أنه رفع الرتم البدني، النسق الخاص بالأمور الفنية الخاصة بالفريق مؤكد أنه أخذت خطوة. وفوق ده كله أنت عرفت الفريق محتاج شنو، النواقص المحتاج لها الفريق في التوقيت الحالي مؤكد مبدئيا ومن غير أي مقدمات مهاجم. الفريق حاليا محتاج لمهاجم، والمهاجم يا جماعه لازم يكون بمواصفات نوعيه، مواصفات تكميليه للموجود. يعني ما تجيب لي مهاجم بنفس الخصائص الموجودين عليها الغربال وبابي عبده. ده لو اعتبرنا انه بابي عبده ممكن يكون بديل يقدر يسد مكان الغربال، شفناه في المباراه الاخيره كان قدامه فرص سارحه للتسجيل ومتاحه انك انت تسجل هدف وما شفناه حاضر، ولا انا حتى يوم شفته حاضر مع الهلال في الفتره الاخيره في اكثر الاوقات اللي المفروض تستفيد منها من بديل موجود على الدكه. الغربال ما في اثنين بيختلفوا على اهميته في الهلال، مهاجم سوبر مؤكد، حاليا هو هداف البطوله وسجل اهداف ودائما في الابطال ما بيكون حاضر، لكن الغربال مؤكد انه عنده ليميت معين، عنده حد معين بيقدر يتحرك فيه. انت محتاج تكمل الليميت ده وتكمل ما بعد الغربال بمهاجم تاني. فمواصفات المهاجم التاني مفروض يكون طويل القامة، مهاجم امكانياته على مستوى التحكم في الكورة جيد، حركته تكون كويسة جدا في الاجنحة، يقدر يساهم في انه اللعب الجماعي يكون افضل، مش يكون موجود ومعزول تماما لما يكون الفريق دايما الفريق الثاني الخصم اللي هو متكتل دفاعيا زي ما شوف الغربال لا بنش في المباراة الأخيرة. فأنت محتاج المهاجم ده اللي هي المهارة الفردية اللي تخدم الفريق، المهارة اللي تساند، المهارة اللي تحاول تساهم في اللعب الجماعي، الكنترول على الكورة. أنا من أكثر الحاجات اللي ما بحبها في سيفتيري وحتى الغربال إنهم الاثنين ما عندهم تحكم فل على الكورة، وده مؤكد بترجعه للتنشئة الخاصة باللاعبين دائما مش تنشئة بتاعت أكاديميات. فأنت محتاج تجيب لاعب يقدر يسد لك الحتة دي، طويل القامة يقدر يشتغل في الكرات الهوائية بشكل أفضل، يتحرك على أجنحة بشكل أفضل ويخدم اللعب الجماعي في الفريق، مؤكد يكون هداف برضه يستغل أنصاف وأرباع الفرص، لأنه الغربال شفناه في آخر مباراة ما استغل هذه الفرص. وزي ما قلت لك الوضع حيكون تكاملي ما بيناتهم الاثنين، ومؤكد برضه حيكون في وضع تنافسي، المصلحة في النهاية والفائدة حتكون للفريق. والفترة يا جماعة حتكون فترة شوية صعبة لأنه الوقت ضاق جدا جدا، وفي نفس الوقت أنت محتاج تجيب مهاجم بإمكانيات كويسة. الجمهور ما حيفرح المرة دي بالنسبة لمجلس إدارة الهلال، الجمهور المرة دي ما حيفرح بأي مهاجم أنت تجيبه والسلام والناس تصفق وتطبل وتقول بس ده سوبر، لا لازم يكون فعلا سوبر. من أول مباريات البطولة الإفريقية لو الغربال مصاب نافس الغربال وبقى أفضل منه، دخلته الشوط الثاني لو ما شفته أنت كهداف بالنسبة للفريق واستغل الفرص وأقنع، مؤكد إنه الناس لو فرحت بالتسجيل والناس طبلت بالتسجيل حتجي من أول مباراة تكتشف إنك أنت كنت تضحك على الناس. عشان كده الجزئية دي مهمة جدا، لو ما لقيت في السوق مهاجم يكون بإمكانيات كويسة جدا 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 ويكون مكمل ويلعب بشكل أفضل ويخلق كمان التنافس، ما تسجل مهاجم، خليه التسجيلات الجاية. أنت حل عندك فريق كويس جدا ممكن جدا بالموجود، ممكن تمشي خطوات كويسة جدا في الأبطال في حال فرورانس صح كده معانا وخلى النوم. فدي الجزئية الخاصة بالمهاجم، أنا أتمنى إنه يراعى الإمكانيات في المهاجم الجديد، شنو اللي تفاقده؟ أنت تجيب مهاجم يكون أفضل من ديل في الجوانب دي، ويكون لازم يكون أفضل، لازم يكون أفضل عشان تقدر تخلق تنافس في الفريق، والحاجات اللي أنا اتكلمت عنها من شوية تقدر أنت تعالجها عشان تطلع بالفريق خطوة لقدام. الجزئية الثانية المهمة اللي شفناها ممكن في بعض الحاجات تكلمت عنه ضيوف مدافع كويس وغيره، ضيوف خط الدفاع بشكل عام في المباراة الأخيرة ظهر بشكل طيب، لكن لما نجي نفصص كل واحد ونجي نتكلم عن نفرد كل واحد عن التجاه ونتكلم عنه، يا جماعة ضيوف أضعف واحد موجود في خط الدفاع هو الأضعف كمنظومة أحب يشيل لك كويس، لكن كأداء فردي
كإضافة فردية مؤكد إنه شوية هو أضعفهم. يعني حتى مارك ميندي في المباراة الأخيرة صاحب بمستوى طيب جدا 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 جدا، وأنا والله استغرب جدا جدا يا جماعة من المقولة اللي تكلم عن إنه في بعض الصحف وبعض الصحفيين تكلموا عن إنه المدرب فلوران إيبينجي قال ما ينفع معاه اللي هو المدافع مدافع نادي المريخ اللي منتهية عقوداته مع المريخ مصطفى كرشوم، ما محتاج له، وانت اساسا انك ضيوف بتملل عايز يمشي، واساسا ما سوبر عشان انا مستبقى في الهلال. طب ما ده سوداني وناجح وعارفه وعارف عمره وخبراته واساسي في المنتخب وامكانياته عاليه، وممكن يكون الرقم اللي بجيبه ويمكن يكون برضه في المتناول، اقدر احاول احسم صفقه بالمستوى ده، صفقة نسبة نجاح لما نتكلم عن محترف جاي من بطولة خارجية ونشوف فيديوهاته ونستمتع به ونشوفه ونقول 50%، كرشوم نسبة نجاحه 70%، 70% مع الهلال، مع مارك ميندي أو حتى مع إيرينغ أو حتى مع طه عبد الرازق أو حتى مع أي مدافع موجود أو حتى مع زينسيمبو القادم الجديد. فبالتالي أنا أستغرب جدا جدا من إنك أنت ليش ما تجيب مصطفى كرشوم؟ ليش؟ يعني حيطلب كم يعني؟ حيغالي في السعر للدرجة دي؟ يعني أغلب المدافعين السوبر الموجودين على المستوى الإفريقي هو سوبر، لكن مؤكد انه الهلال لو قدر اشتغل على التفاوض بشكل افضل حيقدر يقنع كرشوم بانه يكون موجود في الهلال، وصراحه حيكون يعني هي كانت مشكله بالنسبه لك في خط الدفاع وتحلت، او هي بوادر مشاكل حتكون لك قدام وانت حليتها من البدايه. ده كلام انا كنت اتمناه زمان مع نادي الهلال. في ناس بتتكلم عن انه المدرب فلوران مفروض يمشي، وده مدرب كفته، وده مدرب مفروض نجيب جواو موتا، ومفروض نجيب فلان، ومفروض نجيب فرتكان. يا جماعه الهلال حاليا ما حيقدر لا يمشي فلوران إيبينجي ولا يجيب مدرب جديد، يعني الموسم على وشك انه يبدا اقل من شهر، فكيف انا حمشي مدرب شغال له سنتين وعمل كل التسجيلات دي حاليا عشان بس خسرت بطوله سيكافا؟ يعني سيكافا حتكلمنا عنها قبل كده، كون الهلال ما اخذها او حتى ما كسبها فشل بالنسبه للهلال، فشل حاليا، فشل لفلوران إيبينجي انه ما كسب البطوله، بس هي ما نهايه المطاف، هي مجرد بطوله، حتى بطوله دوري الابطال انت على فكره متوقع تطلع منها، متوقع تطلع من بطوله دوري الابطال، ايوه ده كلام انا بقول لك من الان، انت متوقع تمشي، متوقع تطلع، متوقع تفوز بالبطوله، متوقع ما تفوز بالبطوله، متوقع تعدي المجموعات، ومتوقع ما تعدي اساسا دور 64، دي كره القدم كده اساسا. فبالتالي انت شنو؟ خليك رايك دائما مع التفاصيل الخاصه بالمدرب، قول رايك، مؤكد انه كره القدم تحمل اكثر من راي، ما عندك مشكله، بس في النهايه تعرف ان المدرب حاليا ما حيتغير، عقده خلاص باقي فيه اللي هو الموسم الجاي، حيكمل الموسم الجاي ان شاء الله يكون فيه النجاح، وانا زي ما قلت لك قبل كده انه الموسم ده هو موسم الحصاد بالنسبه لنادي الهلال، اداره نادي الهلال مع المدرب واللعيبه الموجودين، الحاجه الكويسه انه معظم اللعيبه الكويسين جدا جدا عقوداتهم لثلاث سنوات واربع سنوات، ودي حاجه كويسه جدا ومحمده بالنسبه للفريق، في امكانه بعد فلوران لو فرضنا انه ما نجح في انه يقود الفريق الى ما بعد دور الثمانية في بطولة دوري الأبطال، مؤكد إنه حيمشي وممكن يجي مدرب غيره يقدر يقود الهلال في مرحلة تكون إن شاء الله مختلفة ويقدر يضيف بشكل أفضل. عشان كده فلوران الناس تحاول تبارك وتدعم المدرب عشان يكمل معاك بالشكل الأفضل. من أكثر الحاجات اللي افتقد الهلال وشفناها بشكل مباشر ويمكن هاجمنا فيها فلوران إنه الفريق لو عنده مدرب أو عنده محلل أداء، نحن كان شفنا الفريق بوضع مختلف في مباراة الجيش الرواندي. وعلى فكرة المباراة الآن الحلقة الفاتت لمت كثير المدرب فلوران إيبينجي في إنه ما حضر الفريق. جزء من التحضير ده يا جماعة أو بشكل أساسي التحضير ده بيعتمد على المدرب اللي حلل مستوى الفريق في المجموعات واللي حلل مستوى الفريق الخصم على مستوى المجموعات والمتوقع شنو، وكون دربت الكلام ده عليه. يعني المحلل بيجيك بالداتا كاملة يقول لك تفضل كوتش ده الخصم ده فريقنا حنعمل شنو؟ نحن متوقع 1 2 3 4 المفروض يلعبوا فلان وفرتكان وعلان. يعني شنو؟ انت بتجيب تصور كامل مع المدرب، بعدك بتتناقشوا فيه في اجتماع مقفول، بعدك بتطلعوا برؤيه للفريق. فدي هنا فلوران وجهازه الفني فشلوا فيها فشل ذريع من كوتش خالد بخيت وغيره، فشلوا في المباراه دي في اداره هذا اللقاء وفي اداره بطوله سيكافا. والنجاح الموجود في المجموعات ده ما نجاح انت تستند عليه، ولا نجاح نحن نتكلم عنه، ولا نجاح حتى نصفق لك فيه، ده نجاح مع فرق اقل منك مليون مره. لو جاء فريق وبدليل انه حي الوادي نيال امبارح طلع بعد ما دخل مع السهام الحمراء اشواط اضافيه، معناها تقول الفرق اللي لقيتها في المجموعات هي فرق في المتناول. وغير كده حي الوادي نيال كان متوقع، وعلى فكره كان قريب جدا من انه يكون في نهائي البطوله، نهائي البطوله، فده حي الوادي نيال، حي الوادي نيال انت اللي بتواجهه في الدوري الممتاز تكسبه بالاثنين وبالثلاثه وبالاربعه، وفي اخر مباراه في السوبر انت كسبانه 7، فوصل ل قريب نهائي البطوله، فبالتالي من الطبيعي انه حتى لو جبنا الخرطوم الوطني وموجود في المجموعه الثانيه مكان الهلال كان في امكانه برضه يصل مع حي الوادي نيال لدور الاربعه. فالتحدي الحقيقي انت فشلت فيه، فبالتالي لازم يراجع الهيكل الخاص بالجهاز الفني في الهلال في انه من الموجود انت شغال شنو كمحلل اداء، عملت شنو
شنو الحياه اللي قدمتها في المباراه فات قدام الجيش الرواندي، انت خليت الجمهور يزعل، وانت لازم يكون في محاسبات بالمستوى ده. وللمدرب، مدرب ما له محلل الاداء، ما بالمستوى الافضل يمشي ويجي غيره، لانه هو ما عامل شغله على اكمل وجه عشان يضيف الهلال في الفتره الاخيره. بعد ذلك في مدرب خاص بالركلات الثابته، الركلات الحره وغيره. يعني امبارح احنا كان في ركله حره للغربال في دقائق وفي زمن حرج جدا جدا. لو في مدرب بيجود معاك الركلات الحره ويسجلها وغيره وغيره، يعني انا ما بقول لك كان المفروض يشوت فلان، لكن عدله الرجل الشمال كانت تمنيت انه خادم دياو يشوت. في نفس الوقت في واحد من برا عارف انه الركله دي من برا بيتكلم فلان يشوت فارتكان ما يشوت، او فلان ده ذاته لما يشوت انت عارف انه المفروض في وقت يكون فيه ضغط عالي، نفسيا انت بتجهزه للمباراه، نفسيا بتجهزه انه يشوت الركلات زي دي كده. فانت محتاج مدرب ركلات حره حره بشكل عام، انك انت تسجل منها بشكل مباشر او حتى بشكل غير مباشر كحاجه تكتيكيه، او انت كيف تدافع اساسا في الركلات الثابته. وكون ندافع نحن كسودانيين في الركلات الثابته في كل انديتنا، وكمان حتى المنتخب الوطني عندنا فيها مشاكل، عندنا مشاكل في شرود الذهن الخاص بالرقابه، واحد على واحد، رقابه المنطقه، تغطيه المنطقه، تقسيم المساحات، كل حاجات عندنا فيها مشاكل، ما بنكون حاضرين دائما. فانا محتاج مدرب براوي كورف من الخط في الحاجه دي. المدرب الكوتش اللي هو المدير الفني ما عنده علاقه بالموضوع ده. انت كمدرب مؤكد انت متوجه لما يكون في ركله ثابته فلان يشوت، انت خلق القائمه الاول، يعني انت دارس كل شيء وعامل كل حاجه من برا. فانا تمنيت الحاجه دي تكون موجوده. ولو موجود في مدرب خاص بالكرات الثابته في الهلال او الركنيات والكلام ده، اللي هو كل المواقف الثابته، في مدرب موجود معناه ما شغال لا هو ولا محلل الاداء. المفروض الهلال يراجع الاثنين ديل، يراجعهم مع المدافعين ويراجعهم مع المهاجم في التوقيت الحالي. اما بالنسبه لمدرب الحراس، انا اتمنى انه مدرب الحراس الموجود في الهلال محمد نور، او اعتقد احمد النور اللي هو الاسطوره نادي الهلال، حراس نادي الهلال، انا اتمنى انه يراجع عيسى فوفانا في مساله الركلات ركلات الجزاء، ويراجع كمان اللاعب ابو 20 في ركلات الجزاء، وكل الطاقم الموجود من الحراس كان محمد المدني او حتى كدياب، وكله يتراجعوا تماما في انه كيف يصدوا ركلات الترجيح. يا اخي شوف العالم اليوم العالم اصبح مفتوح، بتشوف كيف ركله الجزاء تكنيك صد، تكنيك كيف تتعامل مع عيسى فوفانا كان بعيد تماما انه يصد اي ركله في المباراه تماما. فبالتالي محتاج تدريب، مدرب حراس، محلل اداء، مدرب كرات ثابته، ويصحى معنا كمان فلوران شويه مع مدافع في حال مشى ضيوف او حتى في حاله ململ تمشي وتجيب افضل منه، وقلنا الافضليه لمنه، وكمان مهاجم رقم 9 بمواصفات معينه. اعتقد انه دي كل النواقص اللي محتاج الهلال. بعد ذلك احنا محتاجين نشوف فلوران شنو اللي حيعمله كاضافه تكتيكيه. في المواسم اللي فاتت انت دائما ما بكون عندك العذر، الهلال ما عنده جناح كويس، لا في ياسر المزمل، فلان في ارتكام ما في فيفا بعبده. اليوم انت عندك اجنحه، مهارات، امكانيات فرديه على مستوى عالي جدا. انت كيف تخلق الخلطه التكتيكيه عشان تطلع بهم خطوه من الفرديه للفريق الجماعي اللي بيقدر على مستوى الافريقي ما يهاب اي فريق؟ دي الحاجه اللي احنا منتظرينها من فلوران، يعني محتاجين لمسه فلوران على فريق زي الهلال، وده نادي ما منتخب حتلقى فيه الاعذار. فبالتالي كل الخامات، كل الخيارات، كل الاسماء معك، فبالتالي حنشوف إضافة المدرب في الأيام القادمة عشان الناس تحاول تكون وجهة نظر عن إمكانيات هذا المدرب. وخلي أصدقني، الموسم ده هو الحاسم بالنسبة لفلورنا، حتى هو كمدرب في عملية نجاحه وحتى في عملية تقييمنا له، إنه حاليا مع الإمكانيات دي حيقدر يعمل حاجة ولا لا. أكتبوا لي أنتوا رأيكم عن الخمس حاجات اللي أنا تكلمت عنها دي في الهلال، هل الهلال محتاج لها؟ رأيكم أنتوا الهلال محتاج لشنو مثلا كإضافة للخمس حاجات اللي تكلمنا عنها دي، وشنو ممكن يضاف مثلا زي كرشوم او حتى رقم 9 انه يكون موجود في الهلال في الفتره القادمه. انا دروي بشكل عام بشكركم دائما على حسن المتابعه، وان شاء الله دائما تامنوا الامين. شكرا لكم.